في اعترافات نشرتها قناة أبو ظبي لأحد قادة التنظيم السري في الإمارات والمدعو عيسى السويدي، ذكر أن أعضاء قادة التنظيم السري في الإمارات بعد إيقافهم هربوا إلى قطر وتلقوا في الدوحة الدعم المادي والمعنوي والمرور الآمن للدول الأخرى إلى الدولة من قطر قبل التوقيف تقريبا بثلاثة أشهر، وفعلا بدأت التوقيفات على أعضاء التنظيم وقياداته. لما حس يعني بعض القيادات بعمليات التوقيف غادروا الدولة، منهم من هرب إلى قطر، منهم من هرب إلى قطر، ومن ثم من قطر إلى يعني دول أخرى، وهذا ما كان يعني شيء عشوائي، إنما كان جزء من خطة للطوارئ موضوع من السابق يعني، وهذا يعني تنظيم محكم مثل تنظيم الإخوان دائما عنده بدائل وعنده الخيارات الأخرى في حالة يعني توقيف قيادات التنظيم، يكون هناك يعني بدائل أخرى للتعامل مع هذا الحدث، سواء بتشكيل يعني قيادة جديدة داخلية أو قيادة خارجية حسب ما يقدر لها في ذلك الفترة. لكن هي مسألة منظمة لم تكن يعني عشوائية، وبالفعل يعني قادروا إلى قطر، وفي قطر تلقوا الكثير من الدعم المادي والمعنوي، وبما في ذلك يعني الحصول على المرور الآمن إلى دول أخرى، وهم يعني جوازات سفرهم منتهية، يعني يؤكد أن هنالك دعم تلقوه من قطر في هذه المسألة. وبين السويدي أن بعد هروب مجموعة تنظيم الإخوان من الإمارات إلى قطر، قام تنظيم الإخوان في الدوحة بتوفير الدعم المادي وتكليف المدعو محمود الجيدة بجلب مبالغ مالية جمعت في الإمارات وتقديمها لأعضاء التنظيم في قطر. نتابع. بعد هروب مجموعة الإخوان من الإمارات إلى قطر، قام التنظيم أو تنظيم الإخوان المسلمين في قطر بتوفير يعني أشكال عديدة من الدعم لهذه المجموعة، يعني دعم مادي ودعم معنوي لاستقرارهم في تلك الفترة في قطر. وقد كلف المدعو محمود الجيدة بجلب مبالغ من المال من الإمارات، يعني جمعت من الإمارات إلى قطر لتقديمها إلى أعضاء التنظيم الهاربين.